بره راوح. مشاهدينا متابعينا على القناة الوطنية الأولى، أهلا وسهلا بكم في هذه الفترة الثانية من مباراة الجولة الثالثة ذهاب بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي بتطاوين. فترة أولى انتهت على نتيجة التعادل السلبي 0-0. شوط ثاني كيف سيكون الحال بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين وكذلك الترجي الرياضي التونسي؟ اللي رافقني فيها في التعليق زميلنا رفقي بوستة. الثواني الأولى سامي، باقي التعادل دون أهداف بين الترجي والاتحاد وضربة المخالفة لصالح الترجي بعد التدخل على فوسيني كوليبالي، تدخل كان واضح من الصادق التوج. المخالفة لفوسيني كوليبالي للترجي في تنفيذها حمد الهوني، الملاعب الأكثر نشاط في الفترة الأولى مصدر الخطورة. هذه كرة داخل منطقة الجزاء، اختيرة مرة أخرى. الترجي ضيع فرصة افتتاح باب التسجيل، ونذكر بأسماء معين الشعباني، معين يستعين بالأسماء الأساسية التالية دون تغييرات إلى حد الآن في المرمى: فاروق بن مصطفى، حمد النجاز، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، فوسيني كوليبالي، جان سيدريك كبو، محمد علي بن رمضان، علي المرزوقي، حمد الهوني، ومحمد علي بن حمود على بنك البدلاء، معز بن شريفية، محمد أمين المسكيني، محمد أمين بن حميدة، محمد أمين توغاي، فادي بن شوك، حسين الربيع، عبد الرحمن بن زيان، وطه ياسين الخميسي. تشكيلة الاتحاد الرياضي بتطاوين بدوره رفقي من غير تغييرات في مقرب الفترة الأولى: سيف المحويشي في حراسة المرمى، 17 محمد عزيز الرزقي، 4 ياسين بوفيلغا، 26 الصادق توج، 23 مهدي الكو، 28 وسيم زغدود، 10 كريم مقني، 6 غسان خلفه، 18 احمد الهمامي، 21 محمد علي عبد السلام، 20 محمد عطيه. تشكيله الاحتياطيه: زياد الغانمي حارس مرمى الثاني 33، وهذه محاوله بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. حمدي النجاز يرفع الكره، حمدي النجاز يمشي الكره الى الياس الشتي على مستوى الجهه اليسار، الياس الشتي ينتظر الحلول الهجوميه، الياس الشتي يرفع الكره، ما فماش حتى متابعه هجوميه ترجع الكره لمحمد علي عبد السلام، يطول الكره في اتجاه جهه اليسرى، مهدي الكوت الى محمد عطيه الجزائري، معه محمد علي اليعقوبي بمبدا السلامه الى حارس مرماه فاروق بن مصفى. من جديد محمد علي اليعقوبي يدور الكره تماما الى عبد القادر بدران الصيفي. انتدابات الترجي الرياضي التونسي منذ زوز مواسم، عبد القادر بدران قدم الإضافة بالنسبة للترجي. الياس الشتي على مستوى الجهة اليسار، الياس يلعب الكرة، الياس الشتي من جديد إلى فوسيني كوليبالي الكبرى في صفوف تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. طويلة الكرة ما يخلطش على الكرة، حمدي النجاز مباراة ممتازة جدا إلى حد الآن، قاعد يصعد باستمرار على مستوى الجهة اليمنى والمعاذة الهجومية، دور بارز وكبير بالنسبة لحمدي النجاز، يعلق عليه كل الأمال الترجيين. الظهير الأيمن حمدي النجاز، ترجع الكرة إلى سيدريك كبو، سيدريك كبو إلى حمدو الهوني تتقص الكرة من جديد لفائدة الاتحاد الرياضي بتطاوين، لكن يسترجع الهوني الكرة مع فوسيني كوليبالي، حمدو الهوني إلى عبد القادر بدران، أكثر من لمسة من لاعبية الترجي، محمد علي اليعقوبي يدور بالكرة، يلعب من جديد مع عبد القادر بدران، يقدم بدران، يلعب مع حمدو الهوني، بدران من جديد، عبد القادر بدران يمين يسار يبحث عن الحلول، الترجي سيدريك بو اليمين لحمدي النجاز، حمدي النجاز معاه محمد علي عبد السلام، يرجع الى سيدريك كفو، هذا الشاب مباراة محترمة جدا، احسن تعويض غيلان الشعلالي في هذه المباراة. هذه محاولة أخرى للترجي، وقبل سيف الدين المحويشي، قبل على الدين المرزوقي، يرجع الكرة سيف المحويشي أمامكم على الصورة، الحارس الأول
بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين، وموسم متميز الموسم الفارط مع المستقبل سليمان، اليوم بألوان الاتحاد الرياضي بتطاوين. ترجع الكرة من غسان خلفه، تمشي الكرة لليسار لمهدي الكوتا الليبي، تجربة مع الاتحاد الرياضي المنسيني الموسم الفارط. ترجع من جديد محمد علي يعقوب إلى علي المرزوقي، المرزوقي سيدريك بو، لكن قبل يحط الكرة في التماس متوسط الميدان الدفاعي. بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين من جديد، الترجي يبني باستمرار الهجمة، الترجي يحاول، الترجي يريد فك شفرة الاتحاد الرياضي بتطاوين. فوسيني كوليبالي، هجمة معاكسة، كوليبالي لحمدو اللهوني، حمدو اللهوني، حمدو اللهوني، حمدو اللهوني، يدور بالكرة فنية عالية للليبي حمدو اللهوني، ومخالفة يعلن عليها الحكم هيثم القصعي في توقيت 6 دقائق لعب في الفترة الثانية. النتيجة ما زالت هنا في ملعب حمادي العقربي 0-0 رفقي. كالعادة مصدر الخطورة الليبي حمدو اللهوني، ومرة أخرى الصادق التوج يرتكب المخالفة تقريبا في نفس المكان، المخالفة السابقة اللي تحصل عليها فوسيني كوليبالي، التنفيذ دائما لحمدو اللهوني، المخالفة الثانية على التوالي في تنفيذها حمدو اللهوني. مرة أخرى الترجي يقترب من التسجيل، ضربة المرمى لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. تقريبا 52 ثقة لعب في المباراة، باقي التعادل دون أهداف بين الترجي والاتحاد. الترجي حتى على مستوى الكرات الثابتة ما استغلهاش، عديد المخالفات منذ بداية المباراة، لكن دون استغلالها، دون زيارة شباك سيف المحواشي، والاتحاد يكتفي بالدفاع فقط. فرصة واحدة الفترة الأولى من أقدام الجزائري محمد عطية، الهجمة الترجية من الجزائري الآخر في تشكيلة الترجي. الشتي الحمد الهون، حمد الهون، الهون يعمل مراوغة أولى، يعطي على اليسار لليسار الشت، يا العرضية، الشتي داخل منطقة الجزاء، الكرة الثانية الكوليبالي، كوليبالي لسيدريك كبو، الحمد النجاز، حمدي من الجهة اليمنى، العلاء المرزوقي، ويتدخل الدفاع والمخالفة لمحمد علي عبد السلام. صحيح غائب هجوميا، لكن يرجع للمساندة والمعاضة دفاعيا محمد علي عبد السلام، اللي يربح ضربة مخالفة بعد تدخل علاء المرزوقي. هذه الإعادة، التدخل كان من مهاجم الترجي على المرزوقي على محمد علي عبد السلام مهاجم الاتحاد الرياضي بتطاوين، اللي يجدد عقده مع الاتحاد. كرة ترجع من دفاع الترجي، ممتازة من أحمد الهمام، لكن مقطوعة من دفاع الترجي. بالرمضان العودة إلى فاروق بن مصطفى، تمريرة كانت من حمدي النجاز. كوليبالي على اليسار الشتي، ترجع لجان سيدريك كبو، بداية الهجمة تقريبا من محور الدفاع من لاعب الارتكاز سيدريك كبو. كبو الاستلام من حمدو الهوني، شوفوا حمدي او حمدو يرجع لاستلام الكرة تقريبا في دائرة منتصف الميدان، في دلالة على صعوبات الترجي في الوصول لمرمى المحواشي مع تكتل دفاعي واضح لأبناء اسكندر القصري. هذه كرة من حمدو الهوني داخل منطقة الجزاء، مرة أخرى عبد السلام يرجع للمساند، ممتاز محمد علي عبد السلام، ومرة أخرى يربح ضربة المخالفة، يرجع باش يعاون زملاء ودفاعيا المهاجم محمد علي عبد السلام. وهاجم الاتحاد الرياضي بتطاوين، المخالفة اللي ينفذها صادق التوج، صادق التوج المدافع السابق للأولمبي البيجي، أيضا للنادي الرياضي لحمام لنف. كرة طويلة من صادق التوج، تغيير الاتجاه على الجهة اليمين، هجمة لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين، كرة بعيدة، ضربة المرمى السامي لصالح الترجي في 55 دقيقة لعب في المباراة، باقي التعادل دون أهداف بين الترجي والاتحاد.
ترجع الكرة لفائدة الترجي الرياضي التونسي. محمد علي يعقوبي عبد القادر بدران، مباراة كاملة شفنا فيها فريق يهاجم اللي هو الترجي الرياضي التونسي وفريق يلعب على الهجومات المعاكسة ومتماسك دفاعيا. الاتحاد الرياضي بتطاوين وأكثر من فرصة مهدورة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول. ترجع الكرة من جديد إلى عبد القادر بدران، عبد القادر بدران يوصل الكرة لياس الشتي، لياس الشتي لمواطن بدران من جديد، عبد القادر بدران سيدريك كبو، سيدريك كبو في أول ظهور محترم جدا، أداء ممتاز بصراحة كان دائما هو على الكرة الثانية الأول. سيدريك كبو الإيفواري ترجع على كرة فوسيني كوليبالي، كوليبالي للياس الشتي، الياس الشتي، الياس الشتي يدخل مناطق الجزاء، الياس الشتي والدفاع، دفاع الصادق توجي بعد الاختار محمد علي اليعقوبي. ترجع من جديد الاتحاد الرياضي بتطاوين محمد عطية، ما توصلش الكرة لمحمد علي عبد السلام، كتقص الكرة من جديد، والمرة هيثم القصعي يقول مخالفة لفائدة الاتحاد الرياضي بتطاوين لغسان خلفه، غسان خلفه أول ظهور بدوره أيضا رسمي بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين. هو التدخل من غسان خلفه وتدخل من عبد القادر بدران، واضحة المخالفة اللي يعلنها الحكم هيثم القصعي، تدخل من عبد القادر بدران أمامكم على الصورة، غسان خلفه. قلت فريق اللاعب فريق النخبة في اتحاد تطاوين، وكان سعد يعني للفريق الأول وعقد احتراف 5 سنوات بتوسيع من المدرب اسكندر القصري أمامكم على الصورة. عائلة خلفه عائلة كبيرة في تطاوين بعد انتقال الهادي والكوري للاتحاد الرياضي المنستيري اسم آخر. خلفه موجود في متوسط ميدان الدفاع بالنسبة لاتحاد تطاوين، والتصويبة التصويبة بعيدة من محمد عطية. محمد عطية كان بألوان المستقبل الرياضي بسليمان الموسم الفارط، عنده 2 أهداف في الموسم الفارط. ترجع الكرة عبد القادر بدران إلى محمد علي يعقوبي، محمد علي يعقوبي، محمد علي يعقوبي يقدم يبحث عن الحلول. عبد القادر بدران، بدران فما الياس الشتي يطلب الكرة، تمشي لعلي المرزوقي من جديد، بدران المرزوقي، علي المرزوقي يرجع ياخذ الكرة الوراء، علي المرزوقي، المرزوقي والتدخل تخرج الكرة، تمس لفائدة الترجي الرياضي التونسي من جديد. ترجع الكرة إلى فوسيني كوليبالي، سيدريك بو من إيفواري إلى إيفواري آخر، كبو يلعب مع محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان تمشي الكرة إلى حمدو اللهوني، حمدو اللهوني، حمدو اللهوني إلى فوسيني كوليبالي، فوسيني كوليبالي يمشي يصوب سيدريك كبو لكن تتقص الكرة من جديد. غايب الحلول الهجومية أمام تكتل دفاعي من الاتحاد الرياضي بتطاوين. الترجي يحاول يمين يسار لفك شفرة هذا الدفاع، الاسمنت مسلح بصراحة. ترجع الكرة من جديد، الكرة هجمة معاكسة من جانب الاتحاد الرياضي بتطاوين، هجوم معاكس تمشي لمحمد علي عبد السلام، محمد علي عبد السلام، فرصة خطيرة، فرصة خطيرة بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين. محمد علي عبد السلام أمامكم السريع، محمد علي عبد السلام كان قريب من افتتاح باب التسجيل أمامكم، كرة في الطبق، في طبق يحضرها كريم مقني، وأمامكم على الصورة محمد علي عبد السلام يضيع هذه كرة بالنسبة للترجي. ترجع من جديد الكرة للترجي، الياس الشتي أخطر محاولة في الفترة الثانية، وجه لوجه كان مع فاروق بن موسى، محمد علي عبد السلام يضيع الكرة، حمدي النقاز ياخذ الكرة على المرزوقي بالراس، والدفاع والدفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين. ترجع الكرة من جديد، ياسين بوفيلغا بالراس، ترجع الكرة إلى محمد علي بن حمودة، الحكم يقول كرة ترجع للاتحاد الرياضي بتطاوين، تقريبا هدد بشكل واضح مرمى فاروق بن مصطفى. المحاولة الأخيرة محمد علي عبد السلام، هو أول تغييرات معين الشعباني أو 2 تغييرات دفعة واحدة لمدرب الترجي، طه ياسين الخنيسي وهيثم عبد الرحمن مزيان الثنائي اللي باش يدخل التشكيلة الأساسية، يغادر علاء المرزوقي بن حمودة
وباش يدخل الخنيسي وعبد الرحمن مزيان المرزوق اللي ممكن لو روض وسد لكان افضل. هذه الاعاده لاخطر كره في المباراه من جانب الاتحاد الرياضي بتطاوين. محمد علي عبد السلام كان قريب من هز شباك فاروق بن مصطفى. هذه كره للياسر شتي من جانب الترج. شتي يدخل داخل منطقه الجزاء مره اخرى. دفاع الاتحاد يرجع كريم مقني للتغطيه ويتدخل عزيز الرزقي. تماس لصالح الترجي. الاتحاد الرياضي بتطاوين في هجمه سريعه نموذجيه لم يحسن انهائها. محمد علي عبد المسلم اخطأ المرمى مع تواصل ضغط الترجي. كره من بو يبدل اتجاه الكره على اليمين. الحمد النجاز محافظ على كورته يعمل مراوغ لكن يتدخل غسان خلفه او احمد الهمامي القادم من الجمعية الرياضية بأريانا. هو التماس لصالح الترجي. الترجي لم يجد الحلول من أجل التسجيل. مباراة محترمة جدا دفاعيا للاتحاد الرياضي بتطاوين. 21 مع 21 النجاز مع عبد السلام. إن شاء الله سلامات لمهاجم الاتحاد الرياضي بتطاوين ومعين الشعباني. نذكر أن وقحم زوز ملاعبية البحث على الحلول الهجومية من خلال إقحام طه ياسين الخميسي عبد الرحمن مزيان مكان محمد علي بن حمودة وعلاء المرزوقي. حمد النجازي رجع الكرة خرج الكرة باش ترجع بضربة مرمى للاتحاد. معين يبحث عن الحلول. معين اللي استعان بزوز ملاعبية بنزعة هجومية هما طه ياسين الخنيسي وعبد الرحمن مزيان. امامكم على الصوره الخنيسي الموجود على بنك البدلاء ايضا في مباراه اليوم. ضربه المرمى في تنفيذها سيف المحواشي ما ياخذهاش سيدريك كبو مقطوعه من النجاز. والتماس لصالح الترجي بسرعه التنفيذ من حمد النجاز. كره في اتجاه فوسيني كوليبالي مقطوعة الكرة اتحادية لكن ترجع من دفاع الترجي. رياس الشتي أو عبد الرحمن مزيان كرة للترجي تقريبا أول لمس للكرة. سوء تفاهم كرة بعيدة خارج الميدان. ضربة مرمى لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين. أيضا اللاعبي اللي أقحم معين الشعباني منذ لحظات أمامكم على الصورة عبد الرحمن مزيان تمريرته بعيده. شاف ضربه مرمى لصالح الترجي. ضربه المرمى لصالح الاتحاد الرياضي بتطاوين في تنفيذها سيف المحواشي. يطلع بالراس محمد علي اليعقوبي. كره في اتجاه حمد الهوني. يمشي على اليمين. ممكن هذه من بين الحلول اللي يقوم بها المدرب. هذه كره من فوسيني كوليبالي. يرجع لسيدريك كبو. رياس الشتي لعبد الرحمن مزيان. يمشي مزيان على اليسار يجي حمد الهوني على اليمين. هذه كره من مزيان. داخل منطقه الجزاء. حمد الهوني في الترويض يستلم الترويض لكبو. ترجع من حمد الهوني على اليمين. الحمد النجاز مره اخرى ثابت صامت مستميت. دفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين هو اسكندر القسري يستعد لاجراء تغيير في راس المجري. ورقه هجوميه سامي يدفع بها اسكندر القسري في راس المجري. ممكن أن اقرب مكان محمد علي عبد السلام للحقيقه. عمل مباراه محترمه خاصه دفاعيا عاور برشا زملائه. نحكي على محمد علي عبد السلام. هذه محاوله حمد النجاز. يرفع الكره ما ياخذش الكرة. عبد الرحمن مزيان ترجع من جديد. ياسر الشتي وتقص الكرة من المدافع محمد عزيز الرزق ظهير الايمن بالنسبة للاتحاد الرياضي بتطاوين. تمشي لعبد القادر بدران اليعقوبي محمد علي اليعقوبي الى عبد القادر بدران الى سيدريك كبو. الى عبد الرحمن مزيان. الى بلمسه واحده لياسر الشتي. يرفع الكره بالراس الكره فوق المرمى. محاوله اخرى ضايعه من تايسين الخنيسي.
أمامكم مهاجم الترجي الرياضي التونسي بالرأس ياسين الخنيسي، كرة فوق المرمى، هاي الإعادة بالصورة الياس الشتي ويأخذ الكرة بالرأس تها ياسين الخنيسي اللي كان دخل منذ دقائق في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، كيف وكيف عبد الرحمن مزيان مكان على المرزوقي ومحمد علي بن حمودة، وفي الأثناء أول التغيير في رأس المجري يأخذ مكان وسيم زغدود من جانب الاتحاد الرياضي بتتوين في رأس المجري اللعب السابق للنادي الافريقي الملعب التونسي، وكذلك مستقبل وادي الليل، ثم للاتحاد الرياضي بتتوين وتجربة جديدة لهذا المهاجم في رأس المجري. ترجع الكرة من جديد، محمد علي اليعقوبي يأخذ الكرة بالرأس، يمشي من جديد الكرة، مهدي الكوت يرجع الكرة طويلة في اتجاه الياس الشتي أو عبد الرحمن مزيان، فوسيني كوليبالي لليسار الياس الشتي، الياس الشتي فوسيني كوليبالي بلمسة واحدة إلى عبد الرحمن مزيان، الياس الشتي الشتي بلمسة واحدة ما فهمش تسلل حمد هوني بالراس، ياخذ الكرة بالراس، فرصة أخرى ضايعة على الترجي الرياضي التونسي. أمامكم على الصورة محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان جرب حظه ايضا على مستوى الفرص، كره بالراس، هاي الاعاده، حمد الهوني تسرب باليسار ياخذ الكره بالراس، محمد علي بن رمضان وكره اخرى ضايعه بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، اكثر من فرصه والسيناريو يتعاود بالنسبه للترجي الرياضي التونسي على مستوى الفرص المهدوره، بعد فرص بالجمله في الشوط الاول، فرص اخرى بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، ومشكل كبير، مشكل تجسيم الفرص في الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة عبد القادر بدران يعاود يبني الهجمة الترجي، محمد علي اليعقوبي، اليعقوبي يمشي يطول الكرة في اتجاه حمد الهوني، دائما كل الكرات على حمد الهوني، يعني كورقة هجومية حمد الهوني، يمين يسار حمد الهوني، وكأنه يحب ينسي مدافعية الاتحاد الرياضي بتتوين، كل ما تحرك حمد الهوني كل ما اختار كان موجود بالنسبه للترجي الرياضي التونسي. ارجع من جديد عبد القادر بدران، ما شفناش حمد النقيز كان شفناه في الفتره الاولى يعاضد باستمرار الخط الامامي بالنسبه للترجي في الشوط الثاني، ما شفناش نزل برشا حمد النقيز. ترجع الكره من جديد عبد الرحمن مزيان، مزيان مزيان يرجع الكره، دفاع الاتحاد الرياضي بتتوين، عبد القادر بدران، عبد القادر بدران، 68 دقيقة لعب، النتيجة ما زالت هنا في ملعب حمادي العقربي، النتيجة ما زالت 0-0، وبصراحة شفنا رفقي عديد الفرص المهدورة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في حين استبسال دفاعي من الاتحاد الرياضي بتتوين. هو السؤال سامي، هل سيتواصل صمود الاتحاد من الترجي باش ينجح في التسجيل، ورانه على كرة مرتدة ينجم الاتحاد ينجم يخلق الخطر كما الكرة اللي ضيعها محمد علي عبد السلام، هذه كرة من عبد القادر بدران، الشعبين يبحث عن الحلول، كرة لعبد الرحمن مزيان داخل منطقة الجزاء، الجزائري مزيان ولمسة اليد، ضربة مخالفة لدفاع الاتحاد الرياضي بتطاوين، تغيير اخر باش يقوم به اسكندر القصري، علي الحراق المغربي سيكون بديل محمد علي عبد السلام في اللحظه هذه، تغيير اخر يقوم به اسكندر القصري المغربي، علي الحراق مهاجم مكان مهاجم الحراق مكان محمد علي عبد السلام، لعب الخبره الملاعب اللي جدد عقده مع الاتحاد والملاعب اللي كان قريب من التسجيل في شباك الترجي، اول لمس للكره لعلي الحراق، تبقى الكره للاتحاد مقطوعه من محمد علي اليعقوبي، التماس لكره بن رمضان حمد الهوني، ثم ضربه مخالفه بعد تدخل واضح لياسين بوفالغه على الليبي، حمد الهوني كابتن الاتحاد في حوار مع هيثم القصعي يشهر في وجهه الانذار، انذار لمدافع الاتحاد ياسين بوفالغه اللي بعد تجربه عمل الاتحاد، عمل تجربه خليجيه مع العداله
وأيضا الجيل. الفريق السعودي يرجع لفريق الأم، هو ابن الاتحاد ياسين بوفارغة اللي أمضى عقد لمدة موسم مع فريق اتحاد تطاوين، ضربة المخالفة في تنفيذها، حمد اللهوني داخل منطقة الجزاء، الكرة لعلي الحراق، الهجمة السريعة للاتحاد، هذه المساحات ممكن اللي باش يتركها دفاع الترجي. سيدريك قبول طه ياسين الخنيسي، الاستلام الترويض، كرة لحمد النقاز داخل منطقة الجزاء، يصعد سيف المحويشي، المحويشي يبعد الخطر على مرماه، تبقى الكرة لصالح الترجي، لكن مقطوعة من علي الحراق المغربي، والتغطية من الإيفواري الشاب سيدريك قبو. أيضا معين يخمم في مباراة أهلي بنغازي الليبي في ظل أنه باش يغيب رؤوف بن غيث أيضا بالرمضان عن مباراة الذهاب، قبو قد يكون البديل. هذه الكرة لصالح الترجي داخل منطقة الجزاء، طه ياسين الخميسي ما ياخذهاش، يرتكب المخالفة، مخالفة لدفاع الاتحاد الرياضي ببنقردان. اتحاد مش مقصر الحقيقة، الاتحاد اللي قلنا بنسخة جديدة، واضح المخالفة من طه ياسين الخنيسي على المدافع المحوري ياسين بوفالغا، تعويل على الشبان من جانب المدرب اسكندر القصري. تقريبا معدل أعمار فريق اتحاد تطاوين في النسخة الحالية أقل من 24 سنة، ملاعبية صغار كما غسان خلفة اللي اليوم يلعب المباراة الأولى ليه مع الكبر، وكان أمضى عقود احتراف فريق الاتحاد مع زوز ملاعبية شبان هما يوسف الوسلاتي ومحمد خليل الدريدي، يخمم في مستقبل الفريق الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي بتطاوين. يمكن نقطة أخرى، الاتحاد في هذا الميركاتو تقريبا أجرى اختبار ل 15 ملاعب أجنبي، سواء من لاعبية شمال أفريقيا أو لاعبية أجانب، 15 ملاعب دون التعويل لحتى ملاعبي والانتفاع بخدمات حتى ملاعبي بخيار واختيار من المدرب اسكندر القصري. فقط ممكن في انتظار التعويل على كريس جونيور الجابوني، لاعب الارتكاز القادم من النادي البنزرتي، وايضا كانت له تجربه مع النجم الرياضي بالمتلوي. كره لصالح الترجي تنطلق من الدفاع، مره اخرى ياخذها سيدريك قبو، قبو يغير اتجاه الكره، الحمد لله نجاز على الرواق اليمين، حمد النجاز داخل منطقة الجزاء، ياسين بوفالغا يحط الكرة في الركنية، ياسين بوفالغا بعد العرضية من حمد النجاز يحط الكرة في الركنية، كم هائل من الكرات الثابتة دون استغلالها لحد الآن منذ بداية المباراة. النجاز يخلي الكرة البن رمضان، محمد علي بن رمضان يبقى موجود في التشكيل الأساسية، بن رمضان يستعد لتنفيذ الركنية، محمد علي بن رمضان داخل منطقة الجزاء، حمد النقاز بالرأس، بالرأس وما ياخذهاش قبو. مرة أخرى الترجي ضاغط والاتحاد مستميت. أكيد كما قلت مباراة محترمة جدا للاتحاد الرياضي بتطاوين، يعني رفقي وقت اللي تواجه زوز فرق كبار في تونس، يعني بعد مباراة محترمة جدا ضد النادي الرياضي الصفاقسي 0-0 في ملعب تطاوين، تلقى منافس آخر من الحجم الكبير اللي هو الترجي الرياضي التونسي، وهنا في ملعب حمادي العقربي برادس، وفي يعني توقيت 74 دقيقة لعب 0-0 بصراحة بهذا الشبان، يعني الاتحاد الرياضي بتتوين هكا يكون يعطي انذار كبير يعني بالنسبه للفرق الكبرى. الاتحاد الرياضي بتتوين ترجع الكره من جديد، الكره لحمدي النقاز، حمدي النقاز من جديد، الاتحاد الرياضي بتتوين، محمد عطيه ياخذ الكره، محمد عطيه، ولكن الحكم هيثم القصعي يقول محمد عطيه يعتبره انه لمس الكره باليد امامكم. الجزائري عنده زوز اهداف الموسم اللي فارت مع مستقبل سليمان، احد انتدابات الاتحاد الرياضي بتتاوين هذا الموسم. فوسيني كوليبالي يلعب الكره مع محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان، بن رمضان ينتظر عبد الرحمن مزيان بلمسه واحده لحمد اللهوني، حمد اللهوني يرجع الكره من جديد لفائده الترجي، عبد الرجال
رائع هدف الترجي الرياضي التونسي، رائع هدف حمدي النقاز. حمدي النقاز يسجل اول اهدافه بالوان الترجي الرياضي التونسي، بصراحه هدف ممتاز جدا للترجي في توقيت 75 دقيقه لعب. الروتري كانت من حمدو الهوني، حمدي النقاز يفتتح باب التسجيل الترجي الرياضي التونسي. تو نشوفوا الاعاده، هاي الاعاده عبد الرحمن مزيان يحذر في طبق لحمدو الهوني، حمدي الهوني بلمسه ولا اروع لحمدي النقاز في زاويه صعبه جدا على سيف الدين المحويشي وبالساق اليسرى يسكن الشباك ويفتتح باب التسجيل الترجي الرياضي التونسي. قلت اول اهداف حمدي النقاز مع ترجي رفقي في توقيت 31 دقيقة في الشوط الثاني. هاي الإعادة بأكثر من زاوية، 1-0 للترجي الرياضي التونسي. غاب المهاجم وحضر الظهير الأيمن، الامتياز لحمد النقاز يتمكن من افتتاح باب التسجيل للترجي الحقيقة بعد عمل جماعي جيد جدا بين مزيان الهوني الخميسي ومسك الختام بأقدام حمد النقاز. الهدف الأول للترجي في تقريبا 76 دقيقة لعب إلى حد الآن، الأسبقية ترجية بفضل حمد النقاز، أول أهدافه بقميص الترجي. اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي للزمالك المصري وشارع لاباس لفوسيني كوليبالي، هذه الإعادة كانت بينه وبين غسان خلفه، تدخل كان واضح من الشاب غسان خلفه على ساق كوليبالي. الحقيقه واضحه الاعاده، ما نعرفش اذا كان استنجد بالانذار هيثم القصعي ولا لا، لانه الحقيقه التدخل يستوجب اشهار الانذار في وجه الشاب غسان خلفه. قلنا اول مباراه مع اكابر الاتحاد الرياضي بتطاوين، ونذكر لكل من يشاهد يتابع الوطنيه الاولى تقريبا 77 دقيقه لعب في مباراة ترادس بين الترجي والاتحاد، الأسبقية للترجي واحدة بلاش، وهذه الإعادة لهدف حمد النقاز. الحل يأتي من الظهير الأيمن حمد النقاز، حقق ما عجز عنه المهاجمون. حمد النقاز يفتتح باب التسجيل للترجي بعد عمل جماعي ممتاز جدا. النقاز داخل منطقة الجزاء يفتتح على تسجيل بعد تصويبه يساريه قويه ما لقاهاش حل الحقيقه سيف المحويشي، كره قويه في مرماه. يتنفس السعداء معين الشعباني في ظل الاسبقيه الحاليه للترجي. ضربه المخالفه، كره من بدران الى فوسيني كوليبالي، ياخذها سيدريك قبو. سيدريك قبو للسنه الفارته اجرى اختبار قادم من أكاديمية في تونس، الإيفواري الشاب سيدريك قبو أجرى اختبار في مباراة ودية جمعة الترجي بالنادي الرياضي لحم المنوف، نال إعجاب الإطار الفني بقيادة معين الشعباني ويقحم اليوم في التشكيلة الأساسية، وقد يكون أساسي في مباراة رابط الأبطال ضد أهلي بنغازي الليبي. كورة الكوليبالي دائما الضغط من جانب الترجي. عبد الرحمن مزيان، مزيان للياس الشتي، الشتي في الاستلام، استلام ثم تمرير عبد الرحمن مزيان بين زوز ملعبيه، يخير العوده لعبد القادر بدران. كره جزائريه ثلاثيه كانت بين مزيان الشتي بدران، بقي الامتلاك الحمد الهون داخل منطقه الجزاء، مقطوعه من جانب الاتحاد الرياضي بتطوير، محاوله عكس الهجمه، محاوله بناء الهجمه السريعه من جانب الاتحاد الرياضي بتطوير. المخالفه لا تماس لصالح الترجي باشاره المساعد الثاني حسان شعبان، التماس مره اخرى لابناء معين الشعباني. ذكر الترجي في رصيده 4 نقاط، الترجي اللي تعادل 2-2 في الجوله الاولى في رادس ضد مستقبل سليمان، الترجي اللي انتصر في بن جنات تمام الاتحاد هدف دون مقابل، الترجي ب4 نقاط في الرصيد، طبعا يريد المزيد جمع النقاط. ايضا الاتحاد الرياضي بتطاوين اللي رغم البدايه المتعثره هزيمه ضد المستقبل الرياضي بالرجيش، عمل مباراة محترمة جدا ضد السي اس اس والتعادل دون اهداف، خلق صعوبات بالجملة للترجي اليوم
في ملعب رادس رغم التغييرات العديدة للاتحاد بعد أن غادر عدد كبير من اللاعبين. ممتاز عبد القادر بدران، بدران بدران يصعد الهجوم، يبدل على اليسار، كرة لصالح الترجي، كرة من طه ياسين لخميس، لخميس الكرة لتمهيد البن رمضان، وما ثم شيء يقول هيثم القصعي. تقريبا 80 دقيقة سامي في المباراة، راس بقية للترجي، هدف دون مقابل، نذكر هدف حمدي النجاز الثقة 74. الترجي يحاول التسجيل فيما تبقى من عمر المباراة، هل تكون العودة للاتحاد ما يؤكد النتيجة الحالية. الترجي ثم عامل مهم سامي ديما في مثل هذا التوقيت هو العامل البدني في ظل ابتعاد العديد من اللاعبين عن المنافسات بداية البطولة، ينجم يكون عامل مؤثر في آخر 10 دقائق تقريبا من زمن المباراة. بالفعل رفقي الترجي الرياضي التونسي تقدم منذ دقائق بالنسبة عن طريق حمدي النجاز، يعني افتتح باب التسجيل بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي يعني في 3 مباريات سجل ضد المستقبل الرياضي بسليمان، سجل أيضا ضد الاتحاد الرياضي المنستيري، واليوم يسجل في مرمى الاتحاد الرياضي بتتاوين. قلت بروفة حقيقية بالنسبة لهذه المباراة لموعد القادم القاري الجديد بالنسبة لأمجد الكؤوس الإفريقية كأس ربيع الأبطال الإفريقية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، والدور التمهيد الثاني ضد أهلي بنغازي الليبي. موفق إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي في مسابقة كأس ربيع الأبطال الإفريقية، كيف وكيف النادي الرياضي الصفاقسي وكذلك النجم الرياضي الساحلي ضد المقاولون العرب وكذلك الاتحاد الرياضي المنستيري. هذا الرباعي اللي يمثل كرة القدم التونسية إن شاء الله بالتوفيق هذا الموسم. ترجع الكرة من جديد في رأس المجري، يرفع الركنية لرأس المجري، محاولة أخرى لخط هجوم الاتحاد الرياضي بتطاوين ضايعة، تخرج الكرة من دفاع الترجي، تمشي إلى غسان خلفه بلمسة واحدة، الكرة تقص من جديد. الترجي الرياضي التونسي سيدريك كبو يرجع الكرة خط دفاع الاتحاد الرياضي بتتاوين، يعاود يبني حمدو اللهوني على مستوى الرباق اليمين، حمدو اللهوني ينتظر الحلول، فما حمدي النجاز يطلب في الكرة توصل له الكرة، حمدي النجاز يرجع لي محمد علي اليعقوبي، محمد علي اليعقوبي قبله الجزائري محمد عطيه، يرجع من جديد محمد علي اليعقوبي، مبدا السلامه الحارس مرمى فاروق بن مصطفى، عبد القادر بدران، فوسيني كوليبالي. هل سيحافظ الترجي الرياضي التونسي على هذا التقدم على مستوى النتيجه ام انه للاتحاد الرياضي بتطاوين عنده راي اخر في اخر 8 دقائق من نهاية المباراة؟ ترجع الكرة محمد علي اليعقوبي إلى فوسيني كوليبالي، الياس الشتي دور بالكرة يلعب مع من جديد مع فوسيني كوليبالي تول الكرة في اتجاه تا ياسين الخنيسي مع ياسين بوفيرغ الكابيتان والاتحاد الرياضي بتتاوين، تمشي لفراس المجري، فراس المجري دخل مكان وسيم زغدود في الفترة الثانية، ترجع من جديد هذه الكرة للترجي، أكثر من لمسة، فوسيني كوليبالي من جديد الكرة لفائدة محمد علي بن رمضان. كوليبالي ثنائي متوسط الميدان الدفاعي في غياب غيلان الشعلالي بسبب نزلة البرد اليوم، سيدريك كبو قدم ما مطلوب منه، متوسط ميدان دفاع على الترجي، تمشي من جديد الكرة بعيدة على بن رمضان، تخرج 6 امتار لفائدة الترجي الرياضي التونسي. قلت مباراة محترمة جدا، وهذا تغيير آخر من جانب الاتحاد الرياضي بتتاوين. قيس العويشي يدخل مكان الجزائري محمد عطية، قيس العويشي أحد انتدابات ابن مدرسة السي او تي، محمد العويشي، قيس العويشي ياخذ مكان الجزائري محمد عطية كورقة بديلة في الشوط الثاني والدقائق الأخيرة. كيف سيكون حالة بالنسبة لخط هجوم الاتحاد الرياضي بتطاوين، خاصة أنه التقدم إلى حد الدقيقة رفقي لمصلحة الترجي التونسي، هدف حمدي النجاز. ترجع الكرة برمية تماس لصاحب الهدف الوحيد في المباراة إلى حد الآن، هدف دقيقة 75
حمد النقاز بتمريرة لمحمد علي بن رمضان يحاول الضغط أيضا حمد الهوني خروج بالكرة من لاعبي الاتحاد بناء الهجمة من محور الدفاع تحديدا الصادق التوج كرة على اليمين تبقى الاتحادية محاولة لفراس المجري والامتياز دفاعيا للجزائري الياس الشتي يرجع يأمن التغطية دون ارتكاب المخالفة يربح كورتو كرة الكوليبالي الكابتن في مباراة اليوم في ظل غياب خليل شمام معز بن شريفية الموجود على بنك البدلاء خليل شمام الغائب أيضا مع غيلان الشعلالي بعد الإصابة بنزلة برد وثنائي هذايا اللي باش يرجع يتدرب مع المجموعة يوم غد هذا سيدريك قبو مكسب للترجي لأنه شاب في 18 سنة يقدم في أداء جيد جدا يوم مباراة ليه كأساسي مع فريق الكاميرا دي كورة دون عناء ياخذها سيف المحويشي مع التذكير أيضا بشفاء والحمد لله لعب الترجي ماهر الصغير من فيروس كورونا باش يرجع يتدرب يوم غد مع المجموعة أيضا تمنياتنا بالشفاء لمحمد الجورني الليبي المصاب اللي غائب على التشكيل الأساسية اليوم خارج حسابات المدرب اسكندر القصري سيدريك قبو حلوة حلوة من سيدريك قبو قلنا ملاعبي بإمكانات ممتازة جدا هذا الإيفواري الصغير سيدريك قبو يأكد المردود اللي قدمه في الوديات في أول مباراة رسمية يقدم مردود جيد سيدريك قبو الملاعب اللي جاء عمل الاختبار الحقيقة مش بالضرورة تجيب اسم كبير نجم تجيب اسم صغير ملاعبي من أكاديمية ونجم يكون انتداب ناجح هذا إلى حد الآن على الأقل اللي يقدمه سيدريك قبو والحوار بين الرزقي وحمد الهوني رياس الشتي شهدت داخل منطقة الجزاء ما ينجحش عبد الرحمن مزيان في التسويب خاطئة لم يتعامل بالشكل المطلوب مع تمريرة رياس الشتي حوار بين الحراق وحمد النقاز يضغط النقاز ولكن الامتياز لوسط ميدان الاتحاد في الخروج بالكرة الرزقي ابن النادي الافريقي الشاب عزيز الرزقي يقدم ايضا في اداء جيد على الجهه اليمين عبد القادر بدران امام قيس العويشي ياخذ كورتو الترجي يخفض في النسق بعد ما نجح في تسجيل اول اهداف المباراه طبعا المشاركه الافريقيه في البال بالنسبه للترجي ترجي متعود انه يلعب كاس رابطه الابطال الافريقيه وعلى فكره اليوم 17 ديسمبر 2020 يصادف ذكرى حصول الترجي على أول ألقابه بالنسبة للمسابقات القارية الإفريقية كأس إفريقيا للأندية البطلة والكل نتذكروا ثلاثية الإبداع والإمتاع للترجي أمام الزمالك المصري في 17 ديسمبر 1994 أول ألقاب الترجي في المسابقة الإفريقية كأس إفريقيا للأندية البطلة بالمسمى القديم رابط الأبطال بالمسمى الجديد في 88 تلقى لاعب سامي في هذه المباراة باقي بقية الترجي أمام الاتحاد الرياضي بتطاوين هدف دون مقابل أكيد هل سيحتفظ الترجي الرياضي التونسي بهذا الهدف أو يدعمه في قدم الدقائق ما عادش برشا وقت دقيقتين تفصلنا على نهاية المباراة والتقدم الزال آني هنا في ملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي بتتوين أمامكم معين الشعباني مدرب الترجي الرياضي التونسي يتنفس السعداء يعني بعد هدف حمدي النقاز ترجع الكرة من جديد للاتحاد الرياضي بتتوين بصراحة وللأمانة مباراة محترمة جدا كما قلت رفقي بمعدل أعمار يعني 23 سنة تقدم مباراة محترمة جدا ضد النادي الرياضي الصفاقسي ومباراة أيضا ممتازة ضد الترجي الرياضي التونسي أكيد ما ينجم يكون كان فخر بالنسبة للمدرب اسكندر القصري وكل محب تتوين ترجع الكرة ياسين بوفيلغا بوفيلغا يلعب الكرة مع علي الحراق المغربي طويلة الكرة يرجع من جديد والحكم يقول تسلل على محمد أمين الرزقي
أمامكم محمد أمين رزقي من أكاديمية النادي الإفريقي، تحول على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع الاتحاد الرياضي بتتاوين. أرجع الكرة فاروق بن مصفى، محمد عليل يعقوبي، عبد القادر بدران، بدران يعقوبي، محمد عليل يعقوبي تول الكرة في اتجاه محمد علي بن رمضان، وتا ياسين الخنيسي، الخنيسي بن رمضان، لكن قبلهم ياسين بوفيلغا الكابيتان واتحاد تتاوين، يحط الكرة في التماس، تماس لفائدة الترجي الرياضي التونسي. هكا نكونوا سيفين يعني الدقائق الشوط الثاني والمباراة في انتظار الوقت البديل. 4 دقائق وقت بديل، يرفع الحكم الرابع باديس بن صالح. 4 دقائق، هل ستأتي بالجديد على مستوى النتيجة، خاصة أن الترجي في مناطق الاتحاد الرياضي بتتاوين. أمامكم سيف المحواشي، مباراة محترمة جدا خاصة في الشوط الأول، ولو أنه هدف ما يتحملش مسؤوليته، لأنه بصراحة هدف في زاوية صعبة جدا وصعيب برشا على مرمى الحارس سيف المحواشي، هدف حمدي النقيس. ترجع على الكرة من جديد إلى محمد علي بن رمضان، بن رمضان يرفع الكرة والكرة تضرب في علي الحراق، تخرج ركنية جديدة للترجي الرياضي التونسي. هكا الترجي يسير رويدر رويدر نحو تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بعد انتصار مصطفى بن جنات في الجولة الثانية، والمحافظة على المسيرة الوردية، يعني 26 مباراة الموسم الماضي وزيدوهم 3 مباريات، وهذه الركنية تنفذ من جديد، يعني 29 مباراة بالتمام والكمال يحافظ الترجي الرياضي التونسي على مسيرة هذه الوردية، تقريبا 18 انتصار و8 تعادل الموسم الفارط، نزيدوهم رفقي 2 انتصارات إلى حد الآن، يعني بالنسبة للترجي وتعادل ضد المستقبل الرياضي بسليمان يوليو يعني في رصيد الترجي الرياضي التونسي 29 مقابلة دون هزيمة إلى حد الآن. ترجع الكرة طويلة إلياس الشتي، وخلي لك رفقي بقية الدقائق للتعليق عليها. لحظات أخيرة هنا في ملعب رادس، الترجي متقدم أمام الاتحاد، هدف دون مقابل، نذكر هدف حمد النجاز في الدقيقة 75، هذه كرة الفوسيلي كوليبالي يرجع لي محمد علي اليعقوبي في اتجاه محمد علي بن رمضان، حمد النجاز سحب الهدف بالراس إلى حمد الهوني، سيدريك قبو في حوار مع قيس العويشي، كرة للاتحاد الرياضي بتتاوين. هيثم القصعي اللي بالمناسبة آخر مباراة أدارها للترجي الموسم الفارط أمام الاتحاد الرياضي ببنجردان، وآخر مباراة أدارها للاتحاد الرياضي بتتاوين الموسم الفارط كانت مباراة الاتحاد والنادي الرياضي الصفاقسي، تقريبا دقيقة ونصف سنة على نهاية الوقت الضائع المقدر ب4 دقائق أضافهم هيثم القصعي، والكرة في محور الدفاع عند محمد علي اليعقوبي، العائد للتشكيلة الأساسية غاب على الجولة الأولى والثانية، اليعقوبي اللي كان مصاب، اليعقوبي اللي يرجع ليكون إلى جانب عبد القادر بدران في محور الدفاع، وهذا المحور المثالي بالنسبة للترجي. هذه كرة من سيدريك قبو والضربة المخالفة بإشارة هيثم القصعي لفريق الاتحاد الرياضي بتتاوين، عديد المخالفات خاصة من جانب الترجي تحصل عليها طيلة المباراة، وهذه مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي بتتاوين. الحقيقة لم نشاهد فاروق، لم يختبر إلا في 2 كرات، كرة تعطية الجزائري في الفترة الأولى وكرة محمد علي عبد السلام في الفترة الثانية، وضربة المخالفة الكرة باش يتولى تنفيذها مهدي الكوت الليبي داخل منطقة الجزاء، وفاروق أسبق من خط هجوم الاتحاد، وهذه هجمة خطيرة للترجي، عبد الرحمن مزيان، كرة عكسية للحارس سيف المحواشي، أخطأ التقدير في التمرير، كرة مشيت لحارس مرمى الاتحاد الرياضي بتتاوين سيف المحواشي. لحظات أخيرة
الكرة الأخيرة ممكن في المباراة. بالفعل في اللحظة هذه يعلن هيثم القصعي نهاية مباراة رادس بين الاتحاد بين الترجي والاتحاد الرياضي بتطاوين بانتصار الترجي هدف دون مقابل، هدف حمد النجاز في الدقيقة 75 من المباراة. محاولات عديدة الترجي نجح بعدها في افتتاح باب التسجيل، يرفع رصيده الترجي السبع نقاط، وهذه إعادة لهدف المباراة الوحيد بعد عمل جماعي اللي توج كأحسن ما يكون حمد النجاز. الكلمة لأميرة الزيتوني معاه مدرب الترجي معين الشعبين. شكرا لك رفقي، معنا معين الشعبين مدرب الترجي الذي تونسي. معين انتصار مبروك، ساعة ثلاثة نقاط انتصار، كان صعيب من ناحية النتيجة لكن شفنا سيطرة بالطول والعرض اليوم، حتى ممكن طريقة اللعب اللي توخاها المنافس مؤخر ياسر التالي ما حرمكمش أنكم تخلقوا برشا فرص، لكن تضيع مرة أخرى يمكن يمثل لك مشكلة كبيرة بالنسبة للإسبيرانس. صحيح، أول حاجة الحمد لله معناها على لي تروا بوان أوبجيكتيف أتان، كما قلت أنت معناها كنا نجموا نقتلوا الماتش من الأول، الكرة ما حبش تدخل بتاتر تضيع منا. نحن ساعات تكون ماشي الشبكة تضرب في ظهر جوار من الأدفرسير، جارديان زاد عمل دو باراد على كل كما قلت انت الادفيرسير فضل اللعب، لكن كنا مسيطرين بالطول والعرض، خلقنا الفرص الحمد لله، وفان كونت سجلنا وربحنا الماتش نتاعنا. حمدي نجاز اليوم يذول لي اضافه كبيره، ممكن خلق شويه اكيليبر خاطر الاسبيرونس ممكن معامله برشا على الجهه اليسرى، قدم مقابله كبيره ويجيب هدف الانتصار، يذول لي ديبيوت سيزون ممتازه ليه. صحيح تي تابتي معناها لي جوار اللي خاصه كيما نجاز ودوتر جوار اللي عندهم برشا ما لعبوش كانوا بعاد على الكومبيتيسيون، هوروزمون اليوم عنده تروازيام ماتش اللي قاعد يلعب فيه، قاعد يقدم فيه اضافه الحمد لله، قاعد يخدم مليح كما الاولاد الاخرين، ايجين دو في باهيه، ان شاء الله نكملوا هكا، ان شاء الله كل ماتش اللي يجي خير من اللي تعدى. نعم الاربعه تشامبيونز ليغ يذولي مقابله مهمه بالطبيعه ولازم تدخل بقوه يذولي الاسبيرونس. ان شاء الله بقدره ربي، تعرف اول اوبجيكتيف بالنسبه للترجي هو تشامبيونز ليغ، هذا ماتش دربي معناها ماتش مغاربي، اهلي بنغازي معنا فريق محترم، على كل ان شاء الله نحضروا له كما يلزم، ان شاء الله معنا الترجي يكون في الموعد باذن الله. شكرا لك معين وحظ موفق بالطبيعه في المقابله الافريقيه. تقعد معايا رفقي وسامي، معنا اسكندر القصري مدرب اتحاد تطاوين. كوتش مرحبا بك، هاو الميكرو نتاعك تفضل. اسكندر يذول اليوم نجحتوا لحد دقيقه 75 في الطريقه يمكن توخيتوها دفاعية بحتة الحقيقة، صحيح الاسبيرانس خلق فرص وضيع، لكن النتيجة كانت لصالحكم نقطة من الاسبيرانس هوني في رادس. أنا السؤال أنه كي تجيك زوز فرص كما يجيوك فرصة في الشوط الأول فرصة في الشوط الثاني ما يتراتيوش يذولي أمام ترجي الرياضي التونسي باش تحسم اللقاء أو حتى باش تروح بالنقطة نقطة التعادل. هذاك هو التورنون تاع الماتش تخرج الميكرو اي تي اوبليجي باش تلعب معناها ما نقولش اسلوب دفاعي لا، ما باش تحسن الدفاعات نتاعك تلعب تتسكر الاروقه، لانه الترجي معروف يلعب برشا على الاروقه ويعمل سور رومبر معناها سور لي كوتي، دونك عملنا اللي يلزمنا نتعمل برشا انجاجمون برشا كرام الملعبيه برشا رغبه. مالوريزمون معناها كيما قلت انت تجيك فرصه شوط اول تجيك فرصه شوط ثاني معناها تاخذ الاسبقيه في رادس الترجي تخليك تلعب اكثر راحه، دونك قعدنا الترجي معناها ينوع اللعب نتاعو يلعب على الاطراف يدخل الوسط، عندهم لاعبيه معناها قادرين باش يحدوا الفارق، والفارق جاء معناها دقيقه 75 خلقوا تفوق عددي في المنطقه وسجلوا هدف. عندي ملوم اللاعبيه نتاعي انا، لكن انا نتقلق لما ثلاث مباريات نسجل حتى هدف، دونك حاجه معناها لازم معناها نفكروا فيها برشا برشا، لانه فريق حتى طوين باش يكمل بالطريقه هذيا ماهوش باش يقدر باش ينجم معناها ينجم ياخو يفرض لونه في البطوله التونسيه، يلزمنا تعزيزات على المستوى الهجومي. كوتش قبل التعزيزات تشوف جداد تطاوين السنه فريق جديد يظهر لي 14 من لاعب جديد، اليوم نشوفه في الليست
معناها مش حتى في التشكيله الاساسيه، زوز اسامي فقط لعبوا عامناول في تتاوين، ما تستحقش اكثر وقت ممكن الاتحاد. ما نحبش نحكي على الامور هذه، لانه انا كمدرب لما تعاقدت مع تتاوين عارف اللي تقريبا 12 لاعب مشاو، معناها وزيد عليهم زوز غيابات معناها لامور تاديبيه، معناها الصالحي والمسعي، زيد اليوم البارح جورني معناها البلاي ميكر نتاعنا معناها عنده مشكله في ركبته، دونك الفريق لاعبي صغار برشا، معناها كي تشوف انت الكوت ولا عزيز ولا غسان خلفه مع مولود 2002 معناها ما مبديش بيتهم عمره. انا نشكرهم برشا برشا على المباراه البطوليه اللي قاموا بها، النتيجه ما تبعتش، لكن ان شاء الله الفريق في قادم الجولات باش يكون افضل خاصه على مستوى النجاح الهجوميه. شكرا لك اسكندر القصري، وحظ موفق لاتحاد تتاوين في بقيه المشوار. رجع لك الكلمه سامي ورفقي. شكرا لك أميرة الزيتوني. هكا تنتهي التغطيه، مباراه الترجي الاتحاد الرياضي بتتاوين. الترجي ينتصر هدف دون مقابل، ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد رياضيه قادمه على الوطنيه الاولى. الى اللقاء.